أهلا بكم. في ظرف وجيز بسطت حركة طالبان سيطرتها على جميع أقاليم أفغانستان. هي الآمر الناهي الآن في العاصمة كابول، وتيرة الأحداث متسارعة جداً. اختفت القوات الأفغانية في لمح البصر، أزفت ساعة رحيل القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. تسابق الدول الغربية عقارب الساعة لإجلاء رعاياها أولاً، وتعد بتأمين المتعاونين معها من انتقام طالبان. هرج ومرج وفوضى غارمة في مطار كابول، ومخاوف من تصفية الحركة لحسابات قديمة مع أعدائها في الداخل، وترقب كبير لما سيسفر عنه هذا الانتقال المفاجئ للسلطة. قراءة ترى أن الحركة ستسعى حتما لتغيير أسلوبها العنيف، وأنها مطالبة بحماية خصومها وأعدائها السابقين بإظهار وجه أكثر اعتدالا أمام المجتمع الدولي. قراءة أخرى تجزم بأن الصورة ليست بتلك الدرجة من الوضوح، وأن الحركة على المدى القريب لن تكون قادرة على إدارة دولة استعصت على جميع الأنظمة المتعاقبة. لمحللين نحن أيضا في قابل النقاش استنتاجاتهم من الواقع الجديد واستشرافاتهم لمستقبل التعايش بين الأفغان في حلقة بعنوان طالبان في سدة الحكم المنعطف الأفغاني. يشاركنا في التحليل والنقاش من واشنطن دكتور سمير تقي الباحث في مركز الشرق الأوسط، من لندن دكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي، ومن أبوظبي دكتور محمد زغول مدير وحدة الدراسات الإيرانية بمركز الإمارات للسياسات. سأبدأ بتساؤل واحد يتطلب إجابة مختصرة، ربما هو سؤال بديه. 20 سنة حرب في أفغانستان، من انتصر؟ من انتصر دكتور سمير؟ فاعتقادي أن الذي خسر هو الشعب الأفغاني، بمعنى أن الآن سنشهد دورة جديدة للعنف. أفغانستان منذ أكثر من 90 عاما لا تزال في حرب أهلية مستمرة يتدخل فيها قوى أجنبية خارجية بأشكال مختلفة، وهي تستعصي على نفسها أولا. السؤال الأساسي، هل لدى طالبان القدرة على تحقيق انعطاف يعيد إنتاج وحدة وطنية؟ لا أجد ذلك جاهدا. لذلك سألت من انتصر، لأنه من خسر هو السؤال السهل في الإجابة. دكتور محمد قواص في لندن، يعني بشكل سريع سأستعير كل ما صدر في الصحافة الغربية هنا في بريطانيا، كما بعض الصحف الأوروبية التي تتحدث عن انتصار طالبان. الكلمة سهلة بسيطة، طالبان هي انتصرت. إلى أي مدى هذا الانتصار بإمكانه أن يكون طويل الأجل؟ هذا سؤال آخر. دكتور محمد زغول، أعتقد أن العوامل الموضوعية والبنية المجتمعية العميقة انتصرت على محاولات التغيير عبر التدخل العسكري أو تغيير القسم. نعم، لهذه الأجوبة تفاصيل برهين نستفيد فيها بعد حين. سأبدأ من واشنطن معك دكتور سمير. دكتور سمير، يقع عاتق وضع التقييمات الاستخباراتية حول الوضع في أفغانستان في أمريكا بشكل رئيسي على ثلاث مؤسسات استخباراتية أمريكية: وكالة استخبارات الدفاع التابعة للبنتاغون، وكالة الاستخبارات المركزية CIA بدرجة أقل ولكن حول انتشار الإرهاب في أفغانستان، ومكتب الاستخبارات الوطنية. وضح لنا دكتور سمير كيف أخفقت جميعها في تقييم القدرة العسكرية لطالبان والضعف العسكري للقوات الأفغانية. يعني عمليا الإخفاق هو في تقدير الحالة المعنوية لما تبقى من قوات أفغانية. الحقيقة كما حصل مع العديد من القوات التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الاحتلال المباشر، سواء في فيتنام أو في أفغانستان أو في غيرها من البلدان الآن التي تتواجد فيها قوات أمريكية، هذه القوى تصبح في حال من الكسل الاستراتيجي، وعمليا ما أن تنهار معنويا. الانهيار المعنوي هو الفشل الرئيسي في التقدير. هذا الانهيار المعنوي وافتقاد الرابط والعصبية، لم تستطع المؤسسات التي نشأت في ظل الاحتلال الأمريكي أن تنشئ عصبية وطنية مستقلة، وبالتالي انهار الجيش بسبب انهيار معنوي، انهيار في الرؤية السياسية، غياب القيادات السياسية القادرة على توليد عصبية وطنية. نعم دكتور محمد قواص، أفغانستان هي كابوس للإدارات الأمريكية المتعاقبة، كابوس للاتحاد الأوروبي، للنيتو، وطبعا لبريطانيا حيث أنت الآن. قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب كان منذ أبريل 2021.
لماذا تفاجأوا بتداعيات؟ لماذا وكأنها أزمة طارئة على الجميع أصبحت أفغانستان؟ أولاً نعترف أن الولايات المتحدة منذ إدارة دونالد ترامب قررت التفاوض والانسحاب من أفغانستان دون استشارة حلفائها. حتى هؤلاء الحلفاء لم يكونوا على طاولة المفاوضات. وعندما قرر الرئيس بايدن تسريع هذه ليس فقط تسريع وأعطى مهلة حتى آخر أغسطس بعدين 11 سبتمبر للخروج بشكل نهائي وكان يتوقع أن هذا الخروج سيكون على الإيقاع الأمريكي، لكنه لم يعرف أن هذا الإيقاع سيكون إيقاع تفرضه حركة طالبان، لأنه على الأقل حركة طالبان هي الوحيدة، أقول هي الوحيدة، ليست باريس ولا برلين ولا لندن التي تعرف ماذا داخل هذا الاتفاق. وداخل هذا الاتفاق يسمع لحركة طالبان باستعادة كل الأراضي الأفغانية دون أن تقوم الولايات المتحدة أو الحلف الأطلسي أو أي كائن عسكري موجود هناك أجنبي بمقاومة هذا الوجود. المعادلة بسيطة جدا، هذا الذي أدى إلى هذا الانهيار بهذا الشكل السريع، علما أيضا أن الولايات المتحدة لا أعتقد أنها بذلت الجهد الحقيقي لبناء دولة عصرية في أفغانستان. أعتقد أنها بنت أجهزة سلطة تواكب الوجود الأمريكي، بنت جيشا أفغانيا يكون أدوات من أدوات الوجود الأمريكي، وعندما تقرر الولايات المتحدة أن تخرج فينهار كل شيء، وكأنه جيش مرتزقة وليس جيش وطني لدولة مستقلة. دكتور محمد الزغول في أبوظبي، من أين تستمد طالبان قوتها العسكرية وقوتها المالية وقوتها الدبلوماسية؟ الحقيقة بنى مجتمعية عميقة، يعني هي مرتبطة بها حركة طالبان. دائما نسمع أن هنالك قاعدة اجتماعية واسعة في أفغانستان تؤيد الحركة أو على الأقل تتعصب لها، هنالك عصبوية قبلية تساند الحركة بالدرجة الأولى، هنالك مصادر إقليمية وحلفاء إقليميين للحركة يمدونها يعني بالمال والتدريب والسلاح، وهنالك أيضا يعني ما تحصلت عليه الحركة أثناء إدارتها لأفغانستان سابقا من قدرات وإمكانات استمر بعضها لسنوات طويلة. هذا كله إذا أضيف إليه أيضا تحالف الحركة مع منظومة يعني لنقل تنظيمات دون الدولة في المنطقة وبعض القوى الدولية، يصبح لدينا عوامل تمويل وعوامل قوة جيدة تستطيع من خلالها الحركة البقاء. إضافة إلى ذلك قدرة الحركة على الكمون، حتى قادة الحركة أبدوا يعني مقدارا عاليا من الذكاء في الكمون الذي مارسوا خلال السنوات الأولى من الغزو، وأنهم لم يدخلوا في مواجهة يعني مفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية تؤدي إلى تدمير كل بناهم التحتية، وخرجوا من المدن بسرعة كمن دخلوا في حالة كمون ثم انتظروا اللحظة المناسبة. فهذا الصبر الاستراتيجي أيضا كان أحد عوامل قوة الحركة. دكتور سمير، واشنطن باتت مقتنعة أن هذه الحرب كانت هي في غنى عنها خلال العشرين سنة الأخيرة، هل حققت هدفها وهي القضاء على القاعدة بعد 11 من سبتمبر 2001 ونفضت أيديها الآن منها؟ أعتقد أنه ينبغي أن نضيف بعض التفاصيل، وهو أن القاعدة والإرهاب لم يعد بؤرته الأساسية فقط في أفغانستان، هي موجودة في باكستان، هي موجودة في عدد من الدول التي فيها حروب أهلية بما فيها سوريا وبما فيها العراق وبما فيها أيضا نيجيريا ودول أخرى في جنوب الصحراء في أفريقيا، وبالتالي نستطيع القول بأنها لم تعد البؤرة الوحيدة التي إذا تم تصفيتها بالعنف يمكن حلها. النقطة الثانية المهمة جدا هي أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت عمليا الأساس الاستراتيجي للوجود في أفغانستان. في الماضي عمليا أنا في رأيي كان الصين، روسيا وحتى باكستان وإيران تتأمل هذا الفيل الأمريكي وهو يطارد هذه البعوضة التي تسمى الإرهاب. بالنسبة لأمريكا وحجمها كان أمرا من الناحية الاستراتيجية أمرا يعني غير مفهوم كيف يمكن أن تضع الإرهاب كأولوية استراتيجية. الآن أمريكا خفضت مستوى الإرهاب من حيث أولوياتها الاستراتيجية إلى أدنى القائمة، وبالتالي إذا هناك فقد للاهتمام. النقطة الثالثة هنا هي قضية الوضع في وسط آسيا.
في مرحلة معينة الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخوض حروب من أجل السيطرة على الموارد البرية. الولايات المتحدة بشكل أساسي هي دولة بحرية ويهمها السيطرة على البحار أكثر من الخوض في أعماق آسيا، وبالتالي لكنها الآن أيضا في مرحلة معينة اعتقدت أنها يمكن أن تشارك بعض الدول في وسط آسيا فيما يتعلق بالثروات. الوضع الذي تبدل في العالم الآن هو أن الدول المنتجة للثروات والمواد الخام هي التي أصبحت في وضع أضعف، وأمريكا تجد نفسها الآن ليست في حاجة لأن تسيطر على هذه الموارد مباشرة لأنها تفكر من منطق أمطري أن شئت. بهذا المعنى فقدت الولايات المتحدة اهتمامها بما يجري في وسط آسيا وتركتها عمليا أنا في رأيي لكي تصبح ساحة للصراع الاستراتيجي الصيني الإيراني الصيني الباكستاني الروسي الإيراني والهندي، وبالتالي لذلك هي فقدت الاهتمام أكثر من شيء آخر. نعم واضح. حتى نفهم الوضع معك دكتور محمد قواص، عندما بدأت تسيطر طالبان على الولايات والأخرى كان هناك انعدام للمقاومة. سؤالي، لماذا لم تتمكن الحكومات المتعاقبة في أفغانستان على أن تكون حكومات وطنية ليكون لها برامج تنموية، وبالتالي كانت طالبان مرحب بها حتى في الولايات الشمالية التي كانت مناوئة لها قبل 20 عاما؟ هو مهم جدا الإشارة أن حركة طالبان لم تنتصر في الحرب، هي وجدت الخصوم يسلمون مواقعهم، وبالتالي كانت حربا سهلة. هي خاضت الحرب خلال 20 عاما، لكن خلال الأيام والأسابيع الأخيرة لم تخض هذه الحرب الكبرى. الإشارة الكبرى التي أتت لكل خصوم طالبان أن الولايات المتحدة بدل أن تنظم انسحابها بالاتفاق مع الحكومة الشرعية الأفغانية ذهبت إلى جماعة كانت تسميها إرهابية وجلست معها في الدوحة على مدى إدارتين لتتوصل معها إلى اتفاق. إلى هذه الدرجة كانت الإشارات للخصوم والأعداء أن سلموا إلى هذه الحركة. وأنا لا أعرف إذا نريد أن نذهب إلى حد الاتفاق بمعنى تسليم أفغانستان إلى هذه الحركة أم أن الأمر تحصيل حاصل. لكن أنا ما زلت أعتبر أن الولايات المتحدة أساسا ارتجلت ذهابها إلى هذا البلد بعد 11 سبتمبر، وبدأت أيضا ترتجل هياكل سلطة ولم تكن تفكر في تشكيل بنية دولة حقيقية بمعنى ما نسميه بالفرنسية الاتناسيون بمعنى الدولة الأمة. وبالتالي وجدوا هذه الهياكل وألصقوا بها يعني مؤسسات عسكرية. قال الرئيس بايدن أنها وصلت أعدادها إلى 300 ألف، هناك تقارير تتكلم أنه هذا العدد هو عدد فضائي وهذا العدد غير موجود أساسا. وهذا العدد من العسكر يجب أن يتلقى أوامر من دولة وطنية غير موجودة، من حكومة غير محترمة، من قطاعات في الشعب تعتبر أنه هذه حكومة إما تابعة إما فاسدة، وبالتالي كان في مشكلة دولة، وبالتالي العسكر لن يستطيعوا أن يصمدوا ولا يريدون أساسا أن يقاتلوا من أجل دولة غير موجودة، دولة لا تعترف. وموضوع آخر دكتور محمد قواص، بأن لتصريحات كثيرة من الجنود عندما يبرروا تسليمهم للسلاح وعدم مقاومتهم لطالبان يقولون إنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ 9 أشهر كمان. يعني هذا سبب آخر. يعني أولا عندما يقول جو بايدن نحن دفعنا الرواتب، يعني هذا جيد يدفع رواتبه دولة أجنبية. يعني ليست الدولة الوطنية، هي دولة غربية، وبالتالي هناك يعني علامات استفهام حول هذا الراتب إذا وصل، فما بالك إذا لم يصل. دكتور محمد زغول، لفتني أن طبعا طالبان لا تسيطر على مطار كابول، بسيطر عليها في قوات أمريكية وأيضا تركية، ولكن كل الحدود الأخرى هي تسيطر عليها طالبان ومنذ البداية. لماذا الإصرار على إغلاق كل الحدود وبقواتها؟ يعني واضح جدا بأنه طالبان أيضا تنظر إلى العوامل الإقليمية على أساس أنها
قد تكون مؤثرة جدا في عملية الانتقال السياسي، هي تعرف أن لها حلفاء وأيضا خصوم في المحيط الجغرافي لأفغانستان، ولذلك تريد التحقق أولا من ضبط الحدود، وهذا أمر يعني مفروغ منه ويعود بالدرجة الأولى إلى أيضا يعني حتى لو كان هنالك ترتيبات بين طالبان وبين الولايات المتحدة الأمريكية حول الانسحاب، فأنا متأكد بأنه ليس هنالك ثقة متبادلة، وبالتالي فحتى لو كان هنالك يعني ما يشبه الجداول الزمنية الموضوعة للانتقال السياسي، فستكون الحركة حريصة على تسريع هذه العملية، عملية الانتقال السياسي للوصول للسلطة، لأنها لا تثبت بالولايات المتحدة الأمريكية وأيضا لديها مواقف مختلفة من الجوع في الباكستان، لدينا جزء من قيادات الحركة معروف بأنه يرتبط بعلاقات عميقة مع الباكستان، وهنالك الآن خط جديد داخل قيادات الحركة مرتبط بإيران. نعم. وطورت إيران علاقاتها مع هذا الخط عبر يعني سنواتنا بعد الاحتلال الأمريكي بشكل جيد. إذا مجموع هذا يجعلها بحاجة إلى التواصل إلى حدود هذه الدول حتى تستطيع أن تمسك هذه الأوراق بيدها. دكتور محمد، فتحت لنا النقاش حول علاقة طالبان بالمجتمع الدولي وموقف المجتمع الدولي من هذه الحركة التي مرت من تنظيم إرهابي إلى طرف سياسي. ابقوا معنا بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد. إليكم هذه الصورة، طبعا هي انتشرت في كل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لكن سؤالي هو دكتور سمير، ماذا سيبقى من هذه الصورة؟ سيبقى من هذه الصورة الاستنتاج الاستراتيجي الرئيسي هو أن الولايات المتحدة حين تدخل حروبا ليست حيوية بالنسبة لها تخسر، سواء ذلك منذ كوريا إلى فيتنام إلى أفغانستان وحروب أخرى أيضا بما فيها الصومال. الولايات المتحدة حين تدخل حروب متعلقة بإعادة بناء الدول في اعتقادي تفشل فشلا ذريعا. نعم. ومن هذا الاستنتاج، بينما هي حين تركز على عدو رئيسي مثل روسيا مثل ألمانيا مثل إلى آخره، كانت تحقق نجاحات. وبالتالي في اعتقادي هذه الصورة تثبت للجميع بأن عملية بناء الدول هي مهمة وطنية، وهؤلاء الهاربون هم مجرد كانوا عمليا مرتبطين بوضع غير طبيعي، والخاسر خاسر بينهم ولا يوجد رابح. وستكون صورة درامية. وفي اعتقادي أن الكثير الآن من الأعمال البحثية سوف تجري حول مضمون هؤلاء الذين هربوا من بلادهم. دكتور محمد قواس، أولا الصورة لها معنى، يعني معنى أفغاني، بمعنى أنه هناك وضع جديد في أفغانستان، وهو وضع أيضا بإمكان مقارنته مع أي وضع جديد عندما يحصل أي ثورات أي مظاهرات أي انقلاب. هناك مستفيدون من هذا النظام الجديد، وهناك خاسرون وبالتالي ذاهبون راحلون. هناك من كان لاجئا في الخارج بسبب النظام القديم في أفغانستان، هناك من سيصبح لاجئا في الخارج بسبب النظام القديم. هناك الجانب الآخر اللي هو الأمريكي. الولايات المتحدة يعني قالت أنها ستخرج من هذا البلد، وستخرج معها المترجمين والموظفين والمتعاونين بشكل دعيني أقول حضاري، لكن هذه الصورة تمثل فشلا حقيقيا، إخفاقا كبيرا، دعيني أقول أيضا حضاري. نعم. لتنظيم انسحاب من هذا النوع. صحيح. دكتور محمد زغول، أنا أعتقد أيضا أنها أكدت ما هو مؤكد سابقا، بأن دور شرط العالم يعني قد أخفق، وأيضا بأن من يعني جاءوا مع قوات الاحتلال بغض النظر عن طبيعة هذه القوات عادة ما يرحلون معها. نعم، تأملت فيها كثيرا، وصراحة وجدت أن هذه الصورة ما سيبقى منها هو مشهد من فيلم هوليودي مؤثر حائز على جوائز أوسكار، ولكن هؤلاء قصصهم ستذهب طي النسيان. هذا ما رأيته في هذه الصورة. أعود إليك أستاذ دكتور سمير، بايدن اتصل بحلفائه في الناتو 72 ساعة بعد دخول طالبان لكابول، لماذا غياب التنسيق بينه وإدارته وحلفاء مهمين في هذه الحرب التي امتدت على مدى عقدين؟ يعني في اعتقادي أولا أن الرئيس بايدن حين اتخذ قراره اتخذ بناء على نوع من التوافقات مع
مع أولا مع طالبان، ثانيا مع تركيا. تركيا مطلوب منها أن تلعب دور رئيسي في هذه القضية، خاصة من خلال علاقاتها بقبائل الشمال وفي تركمانستان وطاجيكستان، وأيضا نسق باعتقادي أيضا مع بعض الحلفاء. مثل العملية جرى تنسيقها على المستوى العسكري والاستخباري والتكتيكي. أما فيما يتعلق بتوقعات الولايات المتحدة الأمريكية بكيف يجب أن تسير الأمور في مرحلة لاحقة، الموقف من طالبان، الموقف من الحكومة، يجب أن ندرك بأن هناك بعض الدول الغربية تفكر منذ الآن بالاعتراف بحكم طالبان، وبالتالي الآن نحن ننتقل إلى المرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي. في هذا المجال في اعتقادي كان هناك حاجة للتنسيق، ولكن نعم. بشكل عام الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها هي المسؤولة عن الوضع في أفغانستان، وهي بحاجة فقط للتنسيق التكتيكي والاستخباري مع الحلفاء نعم. الألمان أو الحلفاء الأتراك. وجرى ترتيب الاتفاقيات رئيسية عسكرية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط فيما يتعلق بالمطار بل فيما يتعلق بمواقع أخرى منسق معها فيها مع طالبان دي. نعم دكتور محمد قواس، قرأت الكثير من تصريحات لمسؤولين من الناتو نوعا ما منزعجين من غياب التنسيق مع الإدارة الأمريكية. سؤالي، هل سيفكر الناتو في إعادة صياغة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل التي أصبحت مرهقة بالنسبة لهم منذ إدارة ترامب؟ طبعا سؤالك مهم، فقط للتذكير بأنه قبل عام 2018 كان هناك رئيس في الولايات المتحدة دونالد ترامب خرج من الاتفاق النووي مع إيران دون استشارة الحلفاء دون استشارة الأوروبيين. يأتي جو بايدن وهو الذي وعد بإنعاش المنظومة الغربية، وهو الذي ذهب إلى هنا إلى بريطانيا، التقى مع الدول السبع، ثم ذهب إلى بروكسل فالتقى مع الأوروبيين ومع الأطلسي لإعادة إنعاش المنظومة الغربية. وإذ أيضا الولايات المتحدة تقوم بما قامت به لحسابات أمريكية فقط، ليست دولية وليست غربية. وطبعا هنا أسئلة كثيرة حول نوعية العلاقة في المستقبل. طبعا هذه المنظومة الغربية بسبب تاريخها القديم ليست مستعدة حاليا إلى إقامة أي تحولات أو إعادة قراءة كما ذكرت أستاذة نوفر، لكن على الأجل الطويل طبعا هناك أسئلة كثيرة حول كيف نكون متباينين وغير تابعين لهذه الولايات المتحدة التي تثبت أنهم عندما يذهبون إلى أفغانستان نذهب معهم، عندما يخرجون نخرج معهم، عندما يخرجون الاتفاق النووي ينهى الاتفاق الضروري، وبالتالي ليس هناك منظومة، هناك زعيم، هناك تابعين. هذه أسئلة ما زالت قيد البحث حاليا، وربما هذا الحدث بالذات أصبح داهما وعاجلا نعم. في هذه العواصف. دكتور محمد زهول، لنذهب الآن إلى الدول المجاورة وكيف ستتعامل مع تداعيات وارتدادات كل ما حدث خلال الأيام الأخيرة في أفغانستان، وأبدأ بإيران. إيران كان لها علاقات ولقاءات مع وزير الخارجية السابق جواد ظريف مع قادة طالبان قبل طبعا الحكومة الجديدة. كيف، ما هي ديناميكية تعاملها مع أفغانستان الآن مع سيطرة طالبان؟ العلاقات الإيرانية مع تنظيم طالبان لنقل تحديدا سارت بمسارين بعد الاحتلال الأمريكي. ما قبل الاحتلال الأمريكي كانت العلاقات تتسم بالعداء، ثم بعد ذلك تطورت إلى التعاون ثم التعاون الوثيق، وتطورت كذلك في مسألة السرية. كانت العلاقة البداية تتم من خلال الحرس الثوري بسرية تامة، ثم تدرجت في مسألة الشفافية حتى وصلت إلى الإعلان يعني شبه الرسمي يعني وجود هذه العلاقات وتبادل الزيارات العلنية. ورأينا يعني زيارة أخون زادة إلى إيران في عام 2016 وكيف يعني جرت ضمن مراسيم تهدي اغتياله بعد ذلك في أفغانستان. هنالك مسار آخر للعلاقات غير منظور، والمسار الذي يتم عبر إقليم سيستان وبلوشستان في إيران، يتولاه الزعيم الروحي للطائفة السنية في تلك المنطقة عبد الحميد مولوي، ولديه منظومة علاقات متكاملة متداخلة اجتماعيا ثقافيا دينيا عبر المدارس الدينية المشتركة مع طالبان. وأيضا هنالك مصالح اقتصادية هائلة بين الطرفين متبادلة، تبادل تجاري، تبادل اقتصادي، حتى تبادل يعني هنالك من يعتقد تبادل عن مثل المخدرات ووسائل أخرى. إذا مسارين من العلاقات، مسار شعبي غير رسمي يجري عبر الإقليم المجاور لحركة طالبان، ومسار رسمي قاده الحرس الثوري وتدرج إلى أن وصل إلى الخارجية. اليوم
في إيران. السيناريو الأسوأ كان بالنسبة إيران هو حالة اللا أمن في أفغانستان التي تقود إلى موجات لجوء كبيرة وإلى حالة يعني لنقول حاصرة أمنية رخوة بالنسبة لإيران. هذا الأمر تقريبا يمكن القول أننا تجاوزناه بالسيطرة السريعة لطالبان على المشهد في أفغانستان. لو أن هنالك مقاومة أو انجرفت أفغانستان باتجاه يعني صراع أهلي أو ما يشبه الحرب الأهلية كان هذا السيناريو سيكون كابوس بالنسبة لإيران. هذا السيناريو الموجود حاليا ليس المفضل على الأقل من وجهة نظر إيران، لكنه أقل سوءا من سيناريو الانزلاق إلى حرب أهلية. وستتعامل ما أفهم من كلامك ستتعامل ببراغماتية مع الواقع الجديد الأفغاني، لأن هناك من يراهن أنه سيكون هناك صدام إيديولوجي وطائفي بين الجانبين، ولكن من كلامك فهمت أنه لن يكون كذلك. يعني مسألتين مؤشرين على ما تفضلت به. الأول أنها أرسلت رسائل إلى حلفائها في الشمال إيران بعدم المقاومة، ونشرت في وسائل الإعلام الإيرانية رسائل توجهت خاصة لأحمد شاه مسعود بعدم المقاومة أساسا تجاه تقدم قوات طالبان. المسألة الأخرى يعني أن هنالك زيارات جرت قبل عملية توسع طالبان بأيام مباشرة. كان هنالك وفد من طالبان يعني يستضيفه عبد الحميد مولوي في سيستان وبلوشستان، لم تعلن عن تفاصيل هذه اللقاءات. هذا يعني أن هنالك تنسيقا، على الرغم من أن إيران لا تزال تشك في طالبان حركة تتبنى يعني على الأقل السلفية الجهادية التي تخشاها إيران والتي تمثل يعني لنقل نقيضا أو منافسا لها يعني شطاب الدين المألوف. لكن إيران في وضع أصبحت فيه في المنطقة ترغب بوجود أنظمة أخرى تتبنى الدولة الدينية حتى لا تبقى بهذه العزلة وحدها التي تشعر فيها كدولة دينية في المنطقة، تركيز العالم كله منصب عليها. دكتور سمير، يتحدث البعض عن تحالف، قرأتها في بعض تقارير، تحالف أمريكي سري مع طالبان لمواجهة النفوذ الصيني، أنها تترك فوضى في تلك المنطقة وتخرج لمواجهة وبطريقة أخرى هي حلقة أخرى من حلقات الحرب الأمريكية الصينية بأوجهها العديدة. هل هذا الطرح وارد؟ يعني أنا ضد نظرية المؤامرة، ولكن من الواضح بأن الولايات المتحدة أولا لم تتعهد في يوم من الأيام أنها ستحاول أن تبني تعيد بناء الدولة الوطنية في أفغانستان، لأن من المعروف تاريخيا أن هذا الأمر كان صعبا على جميع القوى التي احتلت أفغانستان، وبالتالي هي ترمي هذه الجمرة في حضن جميع اللاعبين، ليس فقط إيران، ليس فقط الصين، ليس فقط روسيا. وفي الوقت الذي كانوا يتفرجون على الولايات المتحدة الأمريكية تتلظى في هذه الحرب، وكل منهم يرسل لهذا الطرف أو ذاك الأسلحة والدعم المالي والتسهيلات اللوجستية، في هذه الظروف الآن هي خرجت لكي تقول لهم أروني ماذا تستطيعون أن تفعلوا. وبالتالي نحن يجب أن ندرك بأن نعم أن حركة طالبان تفاوض وتذهب إلى إيران وتذهب إلى الصين. الملا بربار كان في الصين، وفي ذات اليوم الذي كان موجود فيه في بكين قام طالبان أفغانستان باكستان بتفجير الفندق في كويتا، وقتل عدد من المهندسين، وكان موجود السفير الصيني في باكستان في هذا الفندق أيضا، وهناك عمليات أخرى. فإذا نحن القول بأن الوضع حسن بالنسبة للدول الإقليمية على العكس تماما. أنا أجد أن الصراع سيحتدم بين روسيا التي عرضت في اللقاء الأخير بين بوتين ورئيس بايدن أن تأتي قوات أمريكية إلى تركمانستان وطاجيكستان لكي تقوم بأعمال التجسس والاستخبار وعملية التمركز، لأن روسيا في وضعها الحالي تمططت قدراتها العسكرية وغير قادرة على مواجهة وضع جديد أيضا في سيبيريا وفي آسيا الوسطى. وبالتالي أنا أقول نعم الولايات المتحدة الآن ترمي هذه الجمرة في أحضان الجميع، وليس لا تحتاج لاتفاق يعني خروجها فقط هو في نفسه يخلق يخلق هذه البيئة من الفوضى التي ربما تربك دول الجوار. سأبقى معك في نقطة، ولكن تعليق على السريع لأنك ذكرت روسيا، ووجدت تعليق لا يعني لا أعرف كيف أفسره. روسيا تقول أن كابول أكثر أمنا تحت حكم طالبان منه تحت الرئيس غاني، يعني فعلا لا أعرف كيف أعلق على هذا البيان لروسيا. يعني
يعني الان اي ايرونيك يعني عندما نرى التاريخ الافغاني مع طالبان مع الروسي. على اي حال يعني الجميع الان يخطب ود طالبان حتى ايران يعني ليس اصبح وضع ميزان القوى في التفاوض بين طالبان وايران وكل الباقي اصبح مختلفا ولكن هذا الامر متعلق اساسا اعود الفكره الرئيسيه وهي ان هل يستطيع الافغان ان يعيشوا معا الهزاله سنعود لهذه النقطه وهي مهمه جدا وهي السؤال الكبير الكبير سنعود اليه في اخر جزء من هذه الحلقه التحديات التي تواجهها طالبان في الحكم. دكتور محمد قواس لدي تصريحان. جونسون رئيس الوزراء البريطاني سنحكم على نظام طالبان بناء على أفعاله وليس أقواله. وجوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال إن طالبان انتصرت في هذه الحرب علينا التحدث معها وقال أن هذا لا يعني التحرك بسرعة للاعتراف رسميا بحكمهم. عارف أنني قرأت هذه التصريحات بالعربية ولكن أظن أنني يحتاج إلى ترجمة لما قالوه. هم مربكين طبعا وهذا غريب انه يفترض من يكون مربك حاليا هي حركه طالبان لانه عندما تصل الى الحكم صناعه الحكم بعد ذلك واداره الحكم هي ارباك حقيقي سواء على مستوى الداخل او مستوى العلاقات الخارجيه. واضح ان كل العواصم مربكه. لا تعرف ماذا تفعل تصريحات ايمانويل ماكرون قبل اسابيع او قبل ايام تختلف عن تصريحاته قبل ساعات. وطبعا بوريس جونسون هنا لديهم هذا الهلع من انه اولا هذه هزيمه وهذا انهيار لمفهوم غربي بموضوع الدوله. ويحذر بوريس جونسون انه رجاء لا تعترفوا بحكم طالبان او تريثوا. وكانه يعتقد وكانه يتخوف من ان تسرع هذه الدول بالاعتراف بالامر الواقع كما يلمح جوزيف بوريل الاوروبي في هذا الشان. أعتقد أنه لا أحد يعرف ماذا سيجري في أفغانستان. نحن لا نعرف هذه حركة طالبان التي تدعي أنها تغيرت ولدينا شعور أنها تمثل دورا جديدا يعني لا تتقنه حتى الآن في موضوع أنها معتدلة وتريد سلاما مع الآخرين وتريد أن تسمح للفتيات بالتعليم. يعني لاحظي هذا التغير والتبسط. والغريب في الأمر الذي أنا استغربته حتى أبقى في هذه النقطة حول المرأة والتعليم أن اليونيسف متفائلة للغاية بعد تعليقات طالبان وبياناتها حول تعليم الأطفال أو البنات. طبعا يعني طبعا هذا قبول بالأمر الواقع. وعلى كل حال ما يعني لديهم الحق بأن يتفاجئوا. هم كانوا يعتبرون أن طالبان ستدخل وسيكون هناك حمام دم وسيكون هناك انتهاك صارح وفوري لحقوق الإنسان. لكن أنا سؤالي دائما هذه اللغة الجميلة التي تستخدمها حركة طالبان عن مستوى الداخلي إذا ما ذهبت بعض الجماعات الاجتماعية دعيني أقول نساء شباب إلى آخره وعارضوا حركة طالبان كيف ستتعامل هذه هذا الحركة؟ هذا سنعرفه خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة. دكتور محمد زغول قبل أن نذهب إلى فاصل نقطة مهمة ولكن أرجو أن تختصر في الإجابة. أود أن نتحول إلى باكستان. باكستان وإسلام أباد كانت الدعم الأساسي لحركة طالبان في أعقاب طبعا انسحاب السوفيتي وطبعا وفرت باكستان المأوى لقادتها. اليوم من وجهة نظرك اليوم هل باكستان ستعزز قوتها ومكاسبها الاستراتيجية في حال تمكنت طالبان فعلا من السيطرة ومن الحكم؟ وهل ستستخدم هذه القوة لدعم حركات الكشميرية؟ وسؤالي هنا هل ستوجه هذه القوة الاستراتيجية الجديدة ضد الهند؟ يعني من الواضح بأن باكستان تشعر بأنها كسبت يعني في هذه الجولة وبهذا التوسع السريع لحركة طالبان يبدو أنها امتلكت أوراق أكثر في مواجهة الهند وفي مواجهة التعاون الهندي الإيراني. على الرغم من أنه كما أسلفت هنالك خط قوي الآن داخل حركة طالبان مرتبط بإيران. الحرس الثوري أنشأ علاقات قوية مع هذا الخط وهذا الخط جرى بينه وبين الخط الباكستاني داخل الحركة نفسها شيء من الاحتكاك وصل إلى الاشتباك العسكري. وكثير من التحليلات كانت تقول بأن اغتيال أخنزادة في باكستان بتنسيق بين الاستخبارات الباكستانية والأمريكية كان لضرب القادة المرتبطين بالحرس الثوري من قادة طالبان لتقليل ارتباطهم بالحرس الثوري. يعني بمعنى أن لم تعد باكستان كما كانت سابقا يعني النافذ
الأوحد المتحكم بمسارات أو اختيارات لنقول القادة السياسيين في طالبان. اليوم هنالك لاعب جديد هو إيران، وهذا اللاعب مرتبط بعلاقات وتعاون استراتيجي عبر يعني مع الهند، عبر يعني اتفاقيات للنقل عبر خط الشمال والجنوب وميناء شابهار، وبالتالي وينافس ليس فقط على مستوى النفوذ السياسي بل ينافس ايضا عبر الخطط المرسومه للمستقبل الاقتصادي للمنطقه. طالبان في كرسي الرئاسه، سيناريوهات تسيير الحكومه والبلاد افغانستان بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد. سأعود إليك دكتور سمير في واشنطن. دكتور، هل هذبت طالبان من وجهة نظرك من أسلوبها وطرحها المتشدد وأصبحت مقبولة كشريك دولي؟ السؤال الرئيسي هنا له شقان، الشق الداخلي والشق الخارجي. الشق الخارجي بأن هناك تعهد من طالبان بأن لا تصبح أفغانستان قاعدة لأعمال إرهابية متطرفة إلى آخره، هذا هو الخطاب الرئيسي الذي يهتم به الخارج. أما أن نعتقد بأن طالبان قد تغيرت فيما يتعلق بالنساء، فيما يتعلق بالموقف العقائدي، فيما يتعلق أيضا بالجانب الطائفي، وأنها لن تكون مؤسسة شمولية، أعتقد أنه سيكون وهم كبير. تاريخ هذه الحركة وتاريخ الحركات المماثلة التي وصلت إلى السلطة، هذا الكلام الذي يجري الآن، بدأت عمليات إعدام النساء في العديد من الولايات في أفغانستان، وبدأت محاكمات على النمط الذي جرى في كل الثورات، سواء الثورة البلشفية أو الثورة الصينية، وبالتالي هذا الشعور بالظفر يعني يدفعها في اتجاه أن يصعد فيها التيارات الأكثر تطرفا. وبالتالي نعم، يجب أن نفرق بين هذه اليد المخملية التي تتحدث بها فيما يتعلق بالخارج، والتي تساعد أيضا فيها بعض القوى التي الدولية التي تريد أن تفتح قنوات مع هذا العضو الجديد في المجتمع الدولي، الذي عمليا لا أحد يعرف كيف مع من سيتحالف. ومن الواضح بأن طالبان كما تفضل الأستاذ عمليا زغول، نعم هناك انشقاق رئيسي في حركة طالبان، وهنا أيضا هذا سيعزز من الطابع الثوري للحركة، لأنها ستجري تدخل في عمليات تصفية متبادلة بناء على الولاءات المختلفة سواء لباكستان أو لإيران. وينبغي أن ندرك بأن هناك قوى أخرى أيضا دخلت على الخط منذ الآن داخل أفغانستان. دكتور محمد زغول، من وجهة نظرك، دكتور محمد قواس عذرا، هل الإمارة الجديدة تقطع مع صلاتها بتنظيم القاعدة والتنظيمات المشابهة التي كانت سببا في عزلها طبعا من حكمها قبل 20 عاما؟ أنا أولا أريد أن أذكر بأنه أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة كان موجودا في في أفغانستان قبل أن تصل طالبان إلى السلطة. صحيح. وبالتالي أتت ووجدت هذا الرجل وتعاملت معه. طبعا تعاملت معه لأنه أتت من خلفية إسلامية، وهو طبعا خلفيته إسلامية، وتعاملت معه لأنه كان لديها مصالح بأن تتعامل مع قوى بإمكانها تمكين حكم. أعتقد أن الحركة حاليا بعد بين مزدوجين انهارت المنظومة الغربية كلها أمامها، لا تحتاج لا للقاعدة ولا لداعش ولا لأي جماعة أخرى لكي تتعامل معها من أجل توطيد حكمها. هذا أولا. ثانيا، أن هذه الحركة حاليا تلعب دورا جديدا بصفتها ليست حركة ثورية، لا نعرف إذا إلى أي مدى ستبقى على حراكها الثوري، لكن بصفتها دولة، وبالتالي هذه الدولة لديها قواعد وأصول في التخاطب مع الخارج ومع الداخل، وهذا ما تلعبه على الأقل على المستوى الإعلامي حاليا، لا نعرف إلى أي مدى هم باستطاعتهم أن يكونوا عمليين في هذا الشأن. ثالثا، أن التقارير الأمريكية حاليا بدأت تتحدث عن ثروات هذا البلد، عن ثرواته في المعادن، وحتى بعض الدول اعتبرت انه ثروه العالم اتيه هذه المره من افغانستان. يعني دكتور محمد، 20 سنه لم يعرفوا انها دوله ثريه يعني بالمعادن وبالموارد الطبيعيه. طبعا هذا يعني سؤال جديد، وبالتالي حركه طالبان التي كان لديها الصيت ان يعني مواردها الاقتصاديه تاتي من اقتصاد المخدرات،
الحركة تعلن وقف هذه الزراعة نهائيا في هذا البلد، وبالتالي هي ستتكل على الموارد الأساسية في بلادها، وبالتالي أيضا استثمار هذه الموارد يحتاج إلى علاقات اقتصادية مع كل الدول. والنقطة الأخيرة أيضا أريد أن أقولها، أنه أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة خرجت من أفغانستان لكي تنقلب أفغانستان وتصبح قنبلة في يد الصين وفي يد إيران وفي يد روسيا. خرجت الولايات المتحدة لأنها لا تريد هذه المهمة أبدا، استثمارها كان خاسر، وبالتالي انتهت هذه النتائج. الآن تحويل هذه البقعة إلى بقعة استقرار أو ازدهار أو يعني بقعة قلاقل، هذا له علاقة بمصالح الدول المحيطة وكيف ستدير حركة طالبان الدولة بعد ذلك. دكتور محمد زغول، هناك مثل المشهد في ثلاث صور: عبد الغني برادر في غوانتانامو بعد سقوط طالبان، وهو برادر وهو يتفق مع وزير خارجية ترامب 2018، وبرادر يعود على طائرة أمريكية إلى أفغانستان بعد 20 عاما. كيف وصلنا لهذا التطور، ومن هي طالبان التي تحكم اليوم؟ يعني هذا يعيدنا مرة أخرى إلى السؤال الذي طرح، وهو مسألة هل تغير طالبان وهل يمكن أن تتغير طالبان. حقيقة أنني أريد أن أعلق قليلا على هذا الأمر. لدينا بالفعل خطاب سياسي جديد صدر عن الحركة، أسلوب جديد في الخطاب السياسي لم نعهده منها. لدينا عفو عام صدر عن الموظفين، لدينا يعني دبلوماسية في التعامل مع العالم ومع الآخر بشكل إعلامي جديد كما تفضلت أيضا، ولكن لدينا أيضا معطيات الأرض مغلقة. هناك تم الإفراج عن أعداد هائلة من المسجونين في سجون الحكومة الأفغانية، ومعظمهم متهمين بتهم الإرهاب ومرتبطين بها. كيف جرى الإفراج وإطلاق السجون عن هؤلاء كلهم دفعة واحدة بمحاكمات دون التأكد أو التحقق منهم لديه تهم إرهاب مثلا، يعني تفترض بقاءه في السجون وما إلى ذلك. لدينا أيضا يعني بعض الإعدامات التي تمت، ولدينا أيضا يعني هذا التحرك العسكري الخشن السريع والاستيلاء على سلاح الجيش الأفغاني بسرعة، والاستيلاء على السلاح الأمريكي الذي بقي على الأرض الأفغانية أيضا بسرعة. وهذه العجلة المكان الوحيد الذي أظهروا فيه الدبلوماسية وعدم الرغبة في التحرك السريع هو المطار. وبالتالي أيضا إلى جانب تلك الإشارات الإيجابية، لدينا أيضا إشارات مغلقة للمجتمع الدولي، وأعتقد أن أخطرها وأهمها تتعلق بمسألة الإفراج عن المتهمين بالإرهاب من مختلف التنظيمات التي كانت ناشطة في أفغانستان سابقا. لأننا نعرف أن العدد الكبير منهم هو الذي بقي، والعدد القليل هو الذي نقلته الولايات المتحدة الأمريكية إلى سجون خارج أفغانستان. إذن لا نستطيع الحكم بدقة ما إذا كانت بالفعل هذه الحركة تتجه إلى التغير. الأمر يشبه من يقول أنني تركت التدخين قبل ربع ساعة وهو يدخن منذ 30 عاما. يعني إلى أي مدى يمكنه أن يصدق مثل هذا التصريح؟ صحيح. دكتور سمير، أفغانستان هل ستكون هي ملف الصراع الجديد في أمريكا بين الديمقراطيين والجمهوريين، ولصالح من ستحسم هذه الحرب بينهما؟ لا شك أنها ستستخدم إعلاميا وستستخدم منه، لكنها لن تكون قضية وازنة. بدون شك الرئيس ترامب هو الذي وضع الأسس التي تم التحالف على أساسها، والجيش الأمريكي والاستخبارات العسكرية الأمريكية هي التي هيئت لكل هذه التحولات التي تحدث عنها زميلنا الأستاذ محمد زغول. وبالتالي أقول بأن هذه التحولات التي جرت تحضيرا لانسحابها وبدأت منذ أيام ترامب، بل ومن أيام أوباما، يجب أن نتذكر ذلك بشكل واضح. كما قلت، الولايات المتحدة تنفض يدها استراتيجيا من هذا الإقليم، وهي تنفض يدها أيضا من باكستان. باكستان عمليا ستصبح المشاكس الرئيسي للسياسة الأمريكية في وسط آسيا، وهنا المشكلة الكبيرة المتعلقة بروسيا كما تحدثت، والهند أيضا في هذا المجال. لذلك أعتقد بأن التحول الرئيسي الذي يجري الآن هو في اتجاه أن الولايات المتحدة تجد نفسها
تخلصت من عبء، تخلصت من حمل، ولا أعتقد أنها ستكون عامل حاسم في الانتخابات. نعم دكتور محمد قواص، أعرف أنك بدأت في هذه النقطة ولكن أود أن أستكملها معك. ما هي التحديات اليوم التي ستواجهها طالبان في إدارة شؤون وحكم أفغانستان الداخلية؟ التحدي الكبير، صحيح، التحدي الكبير أنه هذا أساسا بلد معقد تاريخيا، بلد هو خليط من مذاهب وتيارات وقبائل وأعراق، وحتى هم يتحدثون عن هذا الانتصار الكبير بصفته تبدلا في عقلية طالبان الذين لم يتكلوا فقط على المجموعة البشتون العرقية، لكنهم اخترقوا مجموعات أخرى مثل الطاجيك ومثل الأوزباك إلى آخره والتركمان. هذا أولا. ثانيا أن هناك مجموعة مصالح، يعني كنا نسميهم قبل ذلك أمراء الحرب، هؤلاء أمراء الحرب اختفوا أو قبلوا بالوضع الجديد، لكنهم يمثلون مصالح، يمثلون وجهات ومناطق، يمثلون وزن ديموغرافي معين، ويمثلون أيضا امتدادات خارجية، وهذا يجب عدم الإهمال. الكلام حاليا عن طالبان عندما تقول أنني سأذهب إلى حكومة لا تستثني أحدا أو تمثل الجميع، لكن حركة طالبان تتصرف بصفتها الحاكم الأوحد عندما تقول أسمح بذلك ولا أسمح بذلك. هي لم تنتظر قرار الحكومة الجديدة، هي لم تستشر هؤلاء الشركاء الذين لا نعرفهم في المواضيع المتعلقة بالمواضيع الاجتماعية أو لاحقا بالمواضيع التي لها علاقة بالعلاقة مع الصين أو روسيا أو إيران أو باكستان أو الهند. كل ذلك من التحديات التي حتى الآن ليس لدينا نصوص أدبية سياسية عن حركة طالبان بإمكاننا أن نفهم كيف يفكرون بهذا العالم وكيف يفكرون في حكم بلده. نعم دكتور محمد صغول، من وجهة نظرك هذه الحكومة التي تود طالبان أن ترسي قواعدها بإشراك أيضا مختلف الأطياف، ولا نعرف هذه الأطياف في أفغانستان، من وجهة نظرك من الوجوه القديمة التي كانت لها علاقة بالحكومات المتعاقبة يمكن أن تكون في هذه المفاوضات أو هذه الحكومات؟ يعني هو لغاية الآن يبدو أن أي رئيس يمكن أن يقود الحكومة القادمة يجب أن يكون على الأقل يعني توافقيا بين أربعة أطراف، لنقل رئيسية الآن هي المؤثر الفاعل المباشر داخل المشهد الأفغاني. حركة طالبان في شقيها يعني كما قلنا هنالك خط إيراني وخط باكستاني فيها، ويعني الولايات المتحدة الأمريكية والتي لا تزال بالتأكيد يعني لاعبا مهما في الداخل وتستطيع بشكل أو بآخر أن تؤثر في عملية الاختيار، على الأقل بالتلويح بالعودة مرة ثانية إلى الضغط على الحكومة الجديدة أو بعدم قبول المجتمع الدولي لها. هذه العوامل الأربعة يعني إيران باكستان الولايات المتحدة الأمريكية والطالبان نفسها والعوامل الداخلية ستشكل شكل الحكومة القادمة، ولكن الفكرة الأهم من ذلك هو شكل الحكم الذي تريد الذهاب إليه طالبان. هذا الأمر لغاية الآن غير محسوم، هل تريد التطاول مع يعني قوى الشمال أم أنها تريد فرض أو بسط السيطرة عليه بشكل مباشر؟ واضح أن إيران دعت يعني حلفائها هناك إلى عدم المقاومة، هل هنالك ترتيبات ضمنية جرت أم أنها فقط تخشى من حصول مذبحة الأقلية الشيعية في الشمال وبالتالي تؤثر على أولئك المقيمين في داخل إيران وعددهم أكثر من 1.5 مليون من أتباع هذه الأقلية والذين يشكلون بالتأكيد عامل ضغط داخلي على إيران. إذا هذه العوامل كلها مجتمعة، هل سيكون لهؤلاء دور أو لا يكون؟ هل ستقرر طالبان بشكل حكم يعني يشبه ذلك الذي كان يطمح إليه الغرب بشكل أشكال المشاركة والانتخابات، أم أنها ستذهب إلى الإمارة الإسلامية بشكلها التقليدي الذي كانت تدعو إليه مصر؟ سأبقى معكم جميعا في سؤال ختامي لكم باختصار، ما هي أفغانستان الجديدة؟ هل ستبقى جمهورية؟ هل ستكون إمارة إسلامية؟ هل ستدخل في حرب أهلية؟ ما هي هذه الأفغانستان؟ أبدأ معك دكتور سمير. نعم السؤال الرئيسي الآن هو سؤال تنموي ونموذج الدولة الذي تحدث عنه أيضا زميلنا، وبالتالي القضية الرئيسية هي كيف ستتصرف، هل ستبني بنية تؤدي إلى وحدة وطنية وتعيد إنتاج نوع من الهوية الأفغانية التي لم تولد عصبية على الإطلاق، العصبية الدينية والطائفية والقبلية هي الأساس الآن في العصبية السائدة،
ثانيا كيف اي نظام، اي نموذج اقتصادي سياسي سوف تعمل عليه طالبان؟ هل هو رأسمالية الدولة الاحتكارية الفاسدة؟ هل هو نموذج اكثر ليبرالية؟ هل ستذهب الى بنية فيدرالية؟ كلها أسئلة كثيرة تنموية لا نستطيع الإجابة عليها الآن، والأمر يتطلب الكثير من الحكمة. ولكن أنا أضرب مثال حتى فيما يتعلق بالكثير من القوى الإسلامية، حين وصلت إلى السلطة لم تستطع أن تتمتع بالمرونة الكافية التي، ولكن نتمنى أن لا تثير الأمور إلا في الاتجاه البناء. دكتور محمد قواس، اولا في كلام كثير انه هذه حركه اسلاميه وبالتالي ستكون مكمله او على منوال ما حصل لدى حركات اسلاميه او لدى انظمه اسلاميه اخرى. انا اعتبر انه هذا مهم جدا ان نراقب ما يجري في افغانستان، لانه اعتقد انه هذا ما بعد الاسلام السياسي. يعني الاسلام السياسي الذي انهار في دول كثيره حكمت او كادت تحكم، وبالتالي هو يتطلع إلى هذا الأمل الآتي من أفغانستان. أفغانستان ستفاجئ الجميع. أعتقد أن حركة طالبان ليس لديها مشروع إسلامي، ليس لديها مشروع أممي إسلامي، هي لديها مشروع أفغاني وتريد أن تحكم بالشريعة، لأنه هذه اللغة المستخدمة. لكن ماذا يعني الحكم بالشريعة، بالاقتصاد وبالتنمية وبالمعادن وبالتعليم وبالعلاقة مع الآخر؟ كل ذلك غير واضح. نحن ما زلنا حاليا بعقلية الإمارة، أما عقلية الدولة قد نكتشفها ربما لاحقا معهم هم شخصيا. دكتور محمد زغول باختصار إذا سمحت لي. يعني أحاول فقط أن أتخيل إذا ما كانت بالفعل طالبان تريد أن تحكم بشكل مباشر، أم أنها تريد أن ترعى وتشرف على حكم على غرار ما هو يعني بالأساس كان خطط له في نظام ما بعد الثورة الإسلامية في إيران، بحيث تصبح لدينا وكأننا مرشد وبعد ذلك لدينا يعني حكومة ويصبح لدينا ثورة ودولة، أو يصبح لدينا ثنائية طالبان لنقل والدولة الأفغانية. ربما هذا يكون مخرج لإشراك الخاسرين في المعركة، لأنه طالبان أيضا لا تريد العودة إلى المعادلة الصفرية ولا تريد العودة إلى الحرب، كما صرحت على الأقل بشكل صريح بأنها لا تريد استعادة زمن الحروب وتريد شكلا من أشكال الاستقرار. هذا يعني أنها يمكنها أن تحكم عبر مظلة ثم تترك بعد ذلك مجالا للمشاركة تحت سقف هذه المظلة التي تمثل الإمارة الإسلامية والقيادة الإسلامية أو منصب مشبه منصب المنشئ. بهذا وصلنا لختام حلقتنا من قبل النقاش، كان عنوانها طالبان في سدة الحكم المنعطف الأفغاني. شاركنا في التحليل والنقاش من واشنطن دكتور سمير تقي، الباحث في مركز الشرق الأوسط من لندن دكتور محمد قواص، الكاتب والباحث السياسي، ومن أبوظبي دكتور محمد زغول، مدير وحدة الدراسات الإيرانية بمركز الإمارات للسياسات. يسعدنا أن يستمر تفاعلكم مع كل ما جاء في الحلقة على صفحة قابل النقاش على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع مؤسسة دبي للإعلام على الإنترنت، حيث يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والحلقات الماضية. تاريخ أفغانستان حافل بالحروب، غزاها الإسكندر المقدوني في طريقه إلى الهند، شيد فيها مدن عديدة مثل هرات وقندهار التي اشتهرت في فترة من التاريخ باسم الإسكندرية. ظلت أفغانستان وفي كل العصور هدفا لكثير من الشعوب الغازية منذ عهد المقدونيين، مرورا بالفتوحات الإسلامية وحكم المغول، وصولا إلى حروب القرن العشرين الدامية. في القرون السبعة الأخيرة لم تعرف بلاد الأفغان استقراراً يذكر. موقع أفغانستان الاستراتيجي جعلها في حالة حرب دائمة. تصبحون على خير.